ماما زمنها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك. عارف الواد اللي اسمه عادل جد دكتور وعمله ايه؟ لقى رجله كانوا زي الفتلة، بص شوية جوه عينيه، راح مديله حقنة كبيرة. عارف اداله الحقنة ليه؟ ما بيشربش اللبن الصبح، وكل اصحابه ضحكوا عليه.